لم يكن العندليب الأسمر زيدان إبراهيم زائراً عابراً في مسيرة الأغنية السودانية، بل كان أحد أركان أغنية الرومانسية في عصر سحقت فيه المشاعر والأحاسيس تحت دولاب الهزائم الودانية، وتراجعت فيه الأحلام إلى عتبة الحاجات المادية البسيطة. زيدان إبراهيم كان أحد أصوات الخلاص التي من خلال نصف قرن من الزمان نحتت بروازها المذهب مبشرة بسلطان القلب الذي لا يهزم. أرض وأساس